العروس اللي في الفستان الابيض اللي هناك دي. هم السكرانين بيبقوا دي طريقتهم في الكلام، بس انا بعرف اتعامل معاهم. وده طبيخ، وفي مكرونه، في بار، مشروب تشرب ايه، عصير، لبن. شايفين السندوتش عامل ازاي من جوه؟ موجنا مش وسط. صباح الفل، ايه الاخبار، ايه الدنيا؟ دلوقتي عايز اعمل لكم فيديو عن اكل الشوارع في روسيا. يا ترى وانت في الشارع في روسيا ممكن تاكل ايه؟ وهل في اكل شوارع كده زي عندنا في مصر والدول العربيه ولا مفيش؟ فيلا بينا نبدا من مكان ومن اكله مشهوره قوي 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 في روسيا، وهتستغرب ان هي اصلا موجوده في روسيا. يلا بينا. ده شاسيا ميديوم ميستي. المكان اللي احنا شايفينه ده اسمه دينر. عارف انت فيلم بتاع عماد ده، انا عازمك على دينر؟ على عزمك على دينر، وكمان بتتكلم اوكراني. هو ده الدينر اللي هو كان قصده عليه. طب ايه هو، عباره عن ايه الكلام ده؟ ده يا باشا شاورما. شاورما هنا محلات الشاورما بتبقى بالشكل ده. ده كده محل شاورما، تمام؟ من اشهر الاكلات اللي هنا. لو انت دلوقتي طالب بتتفرج على الفيديو ده وبتدرس في روسيا، فانت اكيد عارف اللي انا بتكلم فيه ده. اكتر مكان الطلبه بيجوا ياكلوا فيه، اكله خفيفه سريعه، مش غاليه، رخيصه. يعني مش رخيصه قوي، مش غاليه قوي. تعالى بس دلوقتي نشوف هيجي لنا منين دلوقتي الراجل ده. صراحه اللي شغالين هنا مش روس، يعني صعب تلاقي حد شغال هنا روسي روسي. يعني هنا اللي شغالين يا اما ارمينيا او اللي هم من اوزبكستان، الجماعه دول يعني، تمام؟ فاكله على الرايق هنشوفها دلوقتي مع بعض. جبتها بيتها دلوقتي. اول البنت اللي جوه بتحضر الاكل دي ما شافت ان انا بصور بتاعي، لا ما تصورش وكلام من ده. قلت لها ليه، ما عادي يعني، ايه المشكله وبتاع. اتكلمت المديره وقالت لها عادي خليه يصور عادي. فجت دلوقتي قلت لها ماشي ممكن تصور عادي، بس تقول لي انت بتصور ليه وبتاع. قلت لها عادي، اصل انا بلف يعني وبسجل السفر بتاعي والتجارب بتاعتي، وعايز اصور انا اكل الشوارع في روسيا وبتاع. فقالت لي هو انت اجنبي؟ قلت لها انت للدرجه دي الروسي بتاعي حلو، انت ما عرفتش ان انا اجنبي ولا ايه؟ قالت لي انت منين؟ لا مصري. انت مسلم يعني؟ زي طب حلو والله وبتاع وكلام زي الفل. جوه بيحضروا وبعد كده يجي يطلبوا الاوردر وهناخده دلوقتي مع بعض. صح يا كريل؟ سكيجي صح؟ صح صح. شايفين السندوتش عامل ازاي؟ اكبر من وشي. ده عامل 200 روبل. 200 روبل يعني 70 و70، 140 يعني حوالي 42 جنيه مثلا، او 40 جنيه يعني، حاجه كده ما بين ال 40 ما بين ال 43. ف حاجه كده جامده جدا، حلو، وهيشبعك على الاخر يعني. يعمل بقى العيش الحلو بتاعهم ده، بطاطس وبصل وصوص جبنه وفراخ وكل الكلام ده. بقى حاجه رايقه قوي، اسهل حاجه ممكن تاكلها في روسيا. قبل ما نروح للمكان اللي بعد كده، عايز اقول لك ان عموما في روسيا يعني مش زي مصر او الدول العربيه او الدول اسيا. انت عندك مثلا هند وباكستان وماليزيا وتايلاند وفيتنام والكلام ده كله، الاكل فيها كتير جدا، والدول العربيه الاكل فيها كتير جدا في الشارع. هنا اكل الشارع بمعنى كلمه اكل الشارع قليل جدا. يعني انت مثلا عندك مثلا شاورما، وحواليك دلوقتي شويه حاجات تانيه برضو يعني انت مش هتخيل انها موجوده، ولكن اكتر حاجه موجوده هي بقى الاكل اللي هو الفاست فود، برجر كينج، كي اف سي، ماكدونالدز، البيتزات والكلام من ده. فده عندهم يعتبر اكل شارع. عموما خلينا ناكل الساندوتش الجميل ده ونكمل بقيه الفيديو بتاعنا. يلا بينا. شايفين الساندوتش عامل ازاي من جوه؟ احلى حاجه ان في الموضوع ده ان هم بيدوا ماستيكايه مع الساندوتش ده، عارفين ان في بصل بقى وبتاع، فايه قال لك محدش يبقى نفسه وحش. المهم شكلها كده يا جماعه كانت فكره غلط تماما وسيئه تماما ان انا ابدا الفلوج النهارده بتاع الاكل ده بسندوتش الشاورما ده، لانه من الاخر بصراحه خلاص على الاخر. انا دلوقتي مش عارف هكمل فلوج الاكل ازاي، فغالبا ندخل مطاعم بس افرجكم الدنيا ونتكلم عنها وخلاص، لكن انا اكل تاني مش هينفع. فيلا بينا نبص على الدنيا كده. المكان بقى اللي احنا فيه دلوقتي ده، بما انه يعني مكان الناس بتيجي تقعد فيه بقى وجو لطيف وبتاع، وده فندق كبير هنا وكله مطاعم وحارات من دي، ف
فمليان بقى ايه كافيهات مطاعم. هنا ده هي الاوبرا والمسرح بتاعهم، مسرح الباليه والاوبرا والكلام من ده. هنا بيبقى فيه حفلات كتيره جدا. دلوقتي هنروح على المطاعم واوريكم اكل الشارع. داوس هيجي يقول لي دلوقتي معكش فلوس وبتاع، بس سيبه شويه، بس سيبه شويه، ده 5 10 20 ليش نيجي برافو، بس سيبه. طبعا بيلفوا بصندوق يقول لك انا بساعد ايتام، بساعد عيال، مش عارف ايه. صراحه انا ما بقاش عندي ثقه في اي حد بيتكلم في الموضوع ده. ما علينا، المهم وصلنا اكل الشوارع. كنا بنقول ايه، اكل الشوارع هنا مش مشهور قوي. يعني هنا مثلا نفس موضوع شاورما، برضو نفس الموضوع شاي قهوه عربيه زي دي تبقاش في كل مكان. هنا دي مشروبات بس. اوه بريفي هنا هنا المحل ده او العربيه دي بتاعت ايس كريم جيلاتي وكلام من ده في الشارع، برضو لطيفه قوي. تعال ادخلكم دلوقتي هنا برجر كينج. برجر كينج من الاماكن برضو اللي انت هنا بقى ده الاكل بتاع الشوارع، يعني ده الفاست فود ستريت فود. هنا مش هتلاقي شفت عربيات اللي انا وريتها لك والشاورما، ده اقل حاجه في الستريت فود. بعد كده بقى هتيجي هنا الاماكن زي دي، برجر كينج موجنا بجوستر، مش عارف ايه الموضه الغريبه اللي ظهرت هنا دلوقتي في روسيا، ان كله البنات وشباب حلقان وخواتم وبتاع من ده، شكل غريب جدا، والوان شعر وكلام من ده. عموما برجر كينج تيجي هنا برده، طبعا معروف العادي فاست فود العادي. ف ما بحبش الاماكن دي قوي انا بصراحه، وما باكلش اكل ده قوي، فعشان كده هنطلع على طول. بس صورنا المكان ده برجر كينج هنا، زي ما انتم شايفين محبوب جدا مشهور جدا في روسيا، مليان على طول طول الوقت، طول الوقت مليان، طول الوقت في ناس. ف مكان زي ده. نيجي برضو مكان تاني اللي هو فاست فود اللي يعتبر هنا في روسيا اكل شوارع. ماكدونالدز شكله جميل صح؟ طبعا الفيديو ده وش كده هيجي عليه كوبي رايت عشان الاغاني اللي شغاله دي. ده برضو ماكدونالدز اكل اللي هو الفاست فود، او يعتبر انا ده ما اقدرش اقول عليه اكل شوارع يعني، فاهمني؟ هو اللي هو الوجبات السريعه. تمام، هنا سندوتشات بطاطس برجر مش عارف ايه والكلام اللي انتوا فاهمينه ده، سينابون وبرجر كيت. برجر كيت ده برضو ده زي مطعم بتاع برجر بس روسي، كيت يعني حوت. سيبك بقى من البراندات العالميه، ده براند روسي. تمام، برضو عندنا بالشكل ده. الفكره اللي عايز اوصلها لك ان هنا موضوع الاكل الشوارع، انت تمشي في الشارع بقى وسوق وتاكل وتشرب وانت واقف وكلام من ده قليل جدا 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 جدا. كله هنا جوه مباني براندات مطاعم، الا بس ممكن حوار الشاورما ده. تمام، في بقى اختيار اخير او يعني من ضمن الاختيارات اللي روسيه شويه، حاجه اسمها استالوفا. يعني كان في استالوفا هنا دلوقتي هنروح لها. استالوفا ده بيبقى زي مطعم، تمام، بس مطعم مفتوح بقى، انت بتدخل مثلا تاخد، مش مطعم، لا هو اقرب ما يكون كده، مش مطعم، مش عارف اوصفه لك ازاي، ما عندناش حاجه زي كده. مكان فيه اكل وشرب عادي اللي هو رز طبيخ شوربه، مش الاكل بقى بتاع بره، فاهمني ازاي؟ مش الاكل مثلا سندوتشات يا اما وجبات يا اما مش عارف، لا ده اكل كانه اكل بيت. بس في مكان زي ده سكاجيتي باجاستا، سكاجيتي باجاستا، يس يس استالوفا، يعني
سلون هليكوبتر وده ده بس يبقى شويه انت بسألها فين المكان ده عشان انا مش فاكره بالظبط. المهم فانت بتدخل بقول لك ايه ما تيجي اوريكم احسن الحوار كله بدل ما انا عمال احكي. يلا بينا ده المطعم او الاستالوفه اللي بقول لك عليها اسمه ايه سيم سلونا. سيم سلونا يعني باكل فيل يعني جاي واحد اكيل بقى لدرجه انه هياكل الفيل او هياكل حاجه كبيره يعني ده بيبقى الاستالوفه يعني. بص كانك داخل مطعم بس مطبخ بيتي يعني بتغسل ايدك تدخل جوه تمام لو ما كمان حدثوش تاخد البتاع ده معلقه شوكه هيا كان هتاكل ايه وتلف هنعمل مثلا كده بنشتري دلوقتي او بنبص تختار مشروب تشرب ايه عصير لبن مش عارف ايه جيلي ايا كان لو عايز بيض مسلوق تمام كل حاجه ليها سعرها مثلا العصير ده 45 روبل الكوبايه حاجه زي سندوتش كده خفيفه ب 76 روبل يعني 15 جنيه بيض البيض المسلوق 14 روبل 14 روبل 14 روبل يعني 14 روبل دول سكرانين تينا بقى تمام دول سكرانين دي. المهم البيضه ب 14 روبل مثلا 70 روبل بدولار ب 15 جنيه تخيل 70 يعني 70 يعني مثلا دي مثلا يبقى ب 2 جنيه مثلا البيضه ولا حاجه تمام ب 2 جنيه ولا 3 جنيه حاجه كده. اللبن الكوبايه 28 وتختار مثلا لو في شوربه معينه او صوص معين سلطه معينه موجنا يا خجوب بروستا يعني بودو موجنا برستيتي يا بروستا سني معايا بلوج بروستا بلوج سني معايا يعني بودو كوبيتي شو خرشة هنا الاكل بقى الرئيسي مثلا فراخ لحمه بانيه ايا كان بقى الحاجات اللي مش عارفها بيض بطاطس رز هنا برضو مثلا رقاق حاجه كده عامله زي الملفوف في بتاعت البين كيك تمام وجواها رز وجواها لحمه وجواها حاجه زي كده وده محشي فلفل اهو وده طبيخ وفي مكرونه في بطاطس مهروسه في زي نقانق كده مشويه او متشوحه اكل كتير جدا اشكال والوان تيجي تختار زي كده تفضل ماشي تفضل ماشي تختار حاجه وتمشي طيب. هنا لو عايز حاجه ديزرت مثلا حاجه حلوه القطعه مثلا دي ب 100 جرام ب 57 روبل حوالي 10 جنيه مثلا شاي اي حاجه مكملات بعد كده نفس موضوع حلويات برده ايا كان حلويات اللي عايزها ايه وتعدي هنا لو عايز شاي ولا عايز قهوه عايز اي حاجه وبتفضل ماشي كده بالشكل ده في الطابور موجنا وجاست لحد ما تيجي هنا دول طبعا اللي قلتلكوا عليهم سكرانين جم يشتروا بيره بس وماشيين تيجي هنا تحاسب فراستي تيجي تحاسب وتمشي حاسبت اتفضل بقى اقعد براحتك كل واشرب هنا طبعا ممكن تيجي تقعد من غير ما تاكل ومن غير ما تشرب هتيجي تقعد تاكل تشرب تخلص انت كده كده محاسب تاخد بعضك وتمشي فده حاجه يعني هنا في روسيا زي ما قلت لك اسمها استالوفا استالوفا مش مطعم بفكره مطعم لو حد عنده اسم قريب عند حاجه عندنا في الموضوع ده اكوراتو بايدوش هو عايز يتكلم تعالى نشتو بريفيت كان كوزابوت Меня Максим, тебя. Максим, скажите привет, Максим. Привет, Максим. Египет, давай скажи. Египет, forever. Египетская сила. Ну как вы? Давай, все нормально. Все хорошо? Все хорошо. Отдыхайте? Отдыхаем. Отлично. А где друг ваш? Да это не друг мой. А это кто? Знакомый. Знакомый. Давай мы не говорим о хорде, а мы сокраним, вот это раютум в калам, бас на вафа, давай мы. Что такое? Все, давай. Все, пока. Давай. طبعا الجماعه السكرانين هنا تلاقيه ماشيين في الشارع بالشكل ده زي ما انت شفته كده فكويس ان هو جه قدام الكاميرا تمام اول حاجه
بيجي مثلا ايه يغلس عليك يرمي لك كلمه بتاع هو سبحان الله يبقى ده طبعهم كل الساكنين اللي شفتهم هنا تمام. لقيت انت بقى كشيت ومشيت وخدت جنب ممكن يفضل يكمل روحت انت رايح عليه يا صاحبي عامل ايه الاخبار ومالك كده في ايه بتشرب الدنيا حلوه معاك مش عارف ايه هوب زي ما انا كلمته كده تلاقيه زي الفل معاك وصاحبك وحبيبك طب يلا عايز حاجه مع السلامه شكرا مع السلامه وحاجه زي الفل يعني. ف الحياه في روسيا ايه دي روسيا شكل السما يعني. نقسم الفيديو ده لشاورما دول شغالين فيها الناس اللي هم مش روس اصلا من ارمينيا ومن اوزباكستان اكتر حاجه شغالين هنا بيعملوا زي كشاك زي ما انت شفتها كده غالبا قليل قوي يبقى في محل يعني تمام زي ما انت شفت كده تمام. دي اول حاجه. تاني حاجه اكل الشوارع عندهم بيبقى عباره عن فاست فود عادي جدا برجر كينج وبيتزا هات مثلا وماكدونالدز وكل الافلام انت عارفها دي وكي اف سي والكلام ده. ده اكتر مكان الناس بتيجي هنا تاكل فيه تمام. وفي زي ما قلت لك استالوبا دي بقى اكتر حاجه هتدخل جوه هتلاقي مثلا ناس كبيره روس موظفين يطلع من شغله مثلا عنده ساعه غدا بتاعي يجي طالع واخد السيرفيس ده وايه اكل بيت طبيخ شوربه سلطه مشاريب بكل انواعها سائع وسخن وحلو وحادق وكل حاجه كانك تاكل في البيت. وهناك الاسعار حلوه مش زي المطاعم اللي بره دي وفي نفس الوقت بتاكل اكل كده ايه مطبوخ مظبوط وخلاص خلص الموضوع. دلوقتي بقى هوريكم على حاجه مهمه جدا ننهي بيها الفيديو بتاعنا دي خاصه لمصر خاصه للمصريين هوريكم حاجه هتنبهروا بيها دلوقتي. في المكان اللي احنا هناك رايحين دلوقتي نستنى لحد ما نوصل هناك ده نهر النيسيه قلت لكم عليه قبل كده وده الناحيه الثانيه من المدينه وده المكان اللي احنا كنا قاعدين فيه يعني عرفنا الاكل وخدنا لفه حلوه في المدينه. اخر حاجه هنختم بيها بس اللي بيها الفيديو هو المكان اللي هيبهر المصريين اللي بيتفرجوا على الفيديو ده. يلا بينا. دي عروسه وصاحبتها تمام ده غالبا عندهم فرح او هي بتتجوز وبتاع وبيتصوروا. لاحظ ان العروسه ماسكه الموبايل وبتصور صاحبتها العروسه اللي في الفستان الابيض اللي هناك دي. جو لطيف ها. عموما يلا بينا نروح المكان اللي هناك ده جاهز للمفاجاه. يلا بينا يلا بينا يلا بينا. هوبا عظمه المصريين بتتكلم عن نفسها طبعا في كل مكان في العالم. ستايل فرعوني مش بس في روسيا لا ده في قلب سيبيريا يعني لو في موسكو هقول لك ماشي مدينه عالميه وعاصمه ففيها كل حاجه في سان بطرسبورغ كذلك لكن هنا في قلب سيبيريا عظمه المصريين في اهم مكان في المدينه فرعنا والحضاره بتاعتهم طبعا اللي وصلت لكل مكان وعاشت الاف السنين لحد دلوقتي موجوده في كل حته. انت كمصري ماشي بقى هتشوف المكان ده هتقول يا الله هتحس انت مبسوط يعني متعرفش ليه تحس انك مبسوط. وهنا ننهي الفيديو بتاعنا النهارده برضه فيديو خفيف لطيف ظريف اتمنى يكون عجبك. دعمكم محتاجينه جدا. اشتراك في القناه لو اول مره تشوف القناه لايك للفيديو ده وكومنت لازم تكتب كومنت باي حاجه عايز تقولها. اشوفكم ان شاء الله فيديو جديد ومع السلامه. الناس انا بتكلم كده وانا صوتي بيشرع بالعربي بيبصوا لي موضوع فاني بالنسبة لهم. يلا مع السلامة.